السلام عليكم جوار، صح شطوركم الخوت. المهم جيب لكم تقييم ديال الحكيم زيد شويه لاعبين ديال تشيلسي، لكن بغيت نهضر لكم في هذا الفيديو على تحليل ديال المباراه هذه، وشنو هو جوانب القوه ديال تشيلسي وجوانب الضعف اللي كانوا خصوصا فريق ريال مدريد. وعندي بزاف نقول لكم في هذا الفيديو هذا، المهم عطيكم تقييم وتحليل في نفس الوقت، تابعوا الفيديو حتى الاخر. يلا راح تشوف الخوت، ريال مدريد كانت في النار ديالها، رغم لعب هازارد كاساسي، رغم لعب ماندي وراموس اللي رجع من الاصابه ولعبوا هذه المباراه هذه، كتحس بانك ما كاينش انسجام. ريال مدريد ما عندهاش الهيبه وما عندهاش ديك الروح ديال 2015 ديال 2016 ايامات رونالدو، رونالدو شامبيونز ليغ 3 سنين اللي داو على التوالي، ما كانش ديك ريال مدريد الحقيقيه، كانت فقط الاسم او كما كنقولوا فقط جسم لاعب، ولكن الروح كاع ما كاين ديال ريال مدريد. لا مودريتش لا كازيميرو ولا كروس كانوا مشتتين ذهنيا، ما كاينش هناك تركيز، زيدان ما عارف ما يدير، اللاعبين فقط كيدوروا في تيران، عكس تشيلسي اللي كتنظم دفاعيا خصوصا دفاعيا ووسط الميدان. عندكم اللاعب كانتي وجورجينيو والخوت، هاد اللاعبين هادو عندهم واحد القيمه وواحد الاداء الكبير ديال بصح، وكيساعدوا فريق تشيلسي بقوه بحيث انهم ملي تكون في النار ديالهم وجميع الكرات اللي كتدوز لوسط الميدان ديالهم، بحيث كيما شفتوا رغم ان جورجينيو ذكي، بحيث انه رغم ان خد صفر في الدقيقه 13 بقى كيلعب بثقه وكيلعب بتركيز وما كيحاولش يدير شي اخطاء الكارثيه باش ما تسببش الفريق ديالو بحمرة، عكس الفريق ديال ريال مدريد بحال ناتشو دخل ضد هافرز وراموس سوا كان شويه خايف حتى هو. عندكم الماندي خرج ما كانش قدم مستوى كبير، يعني ريال مدريد ما كانش في النار ديالها خصوصا المهاجمين بنزيما وهازارد وصل الميدان ما كيوصلش كره للهجوم، عكس تشيلسي الخوت، تشيلسي قدم مباراه افضل مباراه ديالها بدون كذب وبكل صراحه تامه. اللاعبين ديال الهجوم زكروا العديد من الكرات، على الاقل كانوا يخرجوا بواحد ربعه او ثلاثه الاهداف مقابل لا شيء في المباراه. هافرز فيرنر موسن مونت الثلاثه زكلوا كميه كبيره ديال الاهداف خصوصا في الشوط الاول، وحتى بدايه الشوط الثاني هافرز بوحدو زكل ثلاث كرات ولا اربع كرات سهله، موسن مونت كان اناني في بعض الكرات، لكن ملي دخل بوليسيت نشط الهجوم وكان فعال ديال بصح، بحيث انه ملي دخل زعزع الدفاعات ديال ريال مدريد وعطى تمريره جميله اللاعب موسن مونت اللي سجل من الهدف الثاني، وبالتالي قتل الاحلام ديال ريال مدريد في التاهل للفينال، وبالتالي مبروك لتشيلسي. ودابا نعطيكم الخوت تقييم ديال لاعبين تشيلسي، اش بان لكم الخوت في التقييم هذا؟ نبداو بحارس ماندي اللي كان رجل المباراه بالنسبه ليا، خدا 9 على 10، سيزار اسبيلاكويتا 8، كريستينسن 9، تياغو سيلفا 9، روديغر مقاتل 9، بين تشيلول 8، جورجينيو 8، كانتي 9، وموسن مونش اللي سجل هدف 9، واللاعب كاي هافرز اللي ضيع جوج كرات وعطى جوج بارات واحده بالراس وواحده بالنقله خدا 9 على 10، بحيث انه كان حافظ على الريتم ديالو من بدايه المباراه النهائيه ديالها، بحال كتحس فيه بحال مقاتل ولاعب لاعب بتركيز ومنظم رغم انه كانت ناقصه الفعاليه في عدد الكرات، خدا 9 على 10. وعندنا بوليسيتش اللاعب اللي دخل الميطه الثانيه في الدقيقه 73 خدا 7 على 10، وللاسف اللاعبين اللي دخلوا من بعد بحال لاعب جيرو وريس جيمس وزياش بدون ريتين او بدون تقييم. علاش الخوت عطاهم بدون تقييم؟ اغلبيه اللاعبين اللي دخلوا بعد الدقيقه 85 ما كياخذوش تقييم، بحال انهم ما كيقدموش اضافه، والله كيدخلوا والله كيبغوا ينسجموا، وقليل في اللاعبين اللي كنقدموا مباراه كبيره بعد الدقائق ديال 80، هذاك الشيء ما خداوش التقييم حسب الموقع العالمي والقريب من فريق تشيلسي وفرق ديال لندن فوتبول لندن. وهذا التقييم الخوت، كي جاكم تحليل ديال المباراه واش بان لكم في تشيلسي واش قدر دي الفينال او لا؟ بالنسبه لي الخوت مانشستر سيتي هي اللي غيدي الفينال بالنسبه لي. علاش؟ مانشستر سيتي قويه خصوصا على مستوى الدفاعي ومستوى الهجومي ووسط الميدان، بحيث انهم منظمين ولاعبين كيلعبوا مقاتلين وكتله واحده، وكنتمنى مشاركه زياش في النهائي. وهادشي اللي كاين اخوت، ليله سعيده، كان معكم اخ ديالكم مروان، تهلاو لي فراس.